الفضائية هما ماشي كيتبعوا المعرفة شنو. صباح الخير عليكم الغزالات، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ شوفوا شكون خارج معايا اليوم. مسكينة عرفتي. You have to wear your mask, yeah. Always. المهم وعدت البارح نهال باش نديها معايا اليوم نمشيو نجريو غير شويه في البارك، قلت لها قبل الفطور كل نهار ان شاء الله نديك معايا واحد 10 دقائق 15 دقيقه، لان فعلا المسكينه قنطات 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 بزاف، ولا الحلم ديالها انها تخرج. المهم كيف كتشوفوا نهال وات ذيس دارت لينا، شدات كاع لي ماسك وكل واحد كتبت فيهم سميتو. شوفوا ديالك كتبات فيه show me your one، دارت فيه قليبات ودارت فيه نهار. افسد لا ما افسد دلالها، كتبت فيه نهار وانا ديالي الله دات بغا دير ليا زينه وانا نحب لك دير صير صير صير. المشكله عندنا غير جوج من هاد لي ماسك، واحد دخلناه يتصبن وكاين غير هذا، قلت لها والله حتى غادي نلبسو، ما عندي ما ندير، على كيفاش تعرفوا الدراري الصغار فين ما يمشيو كيذوقوا، وخليتها تفنن. المهم يلا هو معانا نهار، غتموت بالفرحه نهار. ريمبر دونت تاتش ذا وولز، دونت تاتش ذا دورز، قلت لها دونت جو any to close to people and remember hold your mom's hand. Exactly. قالت لكم ما تقربوش للناس، ما تمشيش حدا الناس، ياك؟ Very good نيال، يلا على بركة الله بلاتي. بسم الله. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء في السماء وهو العلي العظيم. يلا بيبي وي جوين. يلا زيدي ما تقيسي السيف، دوزي يلا ما تحادي حتى شي حاجة. Can I touch you? No you can't. قلت لي واش نقيس في تما، قلت لي لا don't touch nowhere لي هالحبيبة. Did you touch there? No. نيها الحبيبة فرحانة. Happy Nihal? Happy? Yep. مسكينة فرحت بزاف، قولي مشينا عطلة. يلا خرجنا حدا الدار. شوفوا نهال اش دارت، شادة ورقة باش تهز بيها. هاديك كثر مني تا هي. It's full of germs too. Is it? Okay. جوج. Thank you. زيد. نقز. يلا شبعنا تنقاز انا ونهال اليوم. سفاور بابا what time I did it زيد what time I did it شوفوا البنات الناس مشرحين في الجرادي ما حاطين والو على الارض، ما زعما ما خايفين ما والو،
كما كتشوفوا راه هما ورايا دايرين البيكنيك تاعهم. ايوا الدنيا بدات كتعمر هنا دابا، قلت لكم الدنيا بدات كتعمر، واخا زعما الاصابات في تزايد وعدد الموتى في تزايد، ولكن هنايا حتى ما دايرينش ليهم زعما ما دايرينش لهم شي ورقه ولا شي فالطه يخلصوها الى ما الى زعما خرجوا من الدار ولا هذا، يعني مخليين الناس على راحتهم. هذاك الشيء علاش هادشي كثر عندنا بزاف. لا شوفوا نهار بالفرحه مسكينه ما قدتها فرحه، اللي شافته بغات تشري، شريت البيتزا، خدات الدانون، خدات العصير، العصير المهم من هاد العواصر جوج. انا العواصر ما كنشريش لهم، ولادي تيشربوا الماء باش نكون معكم صريحه، هادشي ما تناخذش لهم ولا كنعصر لهم عصير في الدار. شرات ماغنم، شرات كوكي. هو خليتها اختي، خليتها مسكينه. المهم هانتوما راجلي هنايا راه المهم هو اللي غسل هادشي، حنا مشينا دوشنا انا ونهال. بالنسبه للخضره والفواكه البنات صافي شنو وليت كندير انا وراجلي، كنشدو الماء سخون كنديروه في البانيو وكنديروا فيه الملحه وكنخليوه نرقدوه واحد 10 دقائق ولا هذا، عاد كنحيدوه كنشلوه. ما بقيتش اختي ما بقيتش درت جافيل، مره واحده اللي درتها وبقيت موسو ما بقيتش كندير داكشي. ايوا المهم هو مسكين اللي دار هادشي، دار لي جداد، المهم دار ليهم جافيل من الفوق داكشي مسح وفوالا. جيت بعدا نكمل معكم النقاش ديال الفيديو اللي قبل ما نمشي نصايب فطوري. ميمكنش البنات خصكم تعرفوا واحد القضيه، ميمكنش شي حاجه تكون ضراني في راسي وما ناقشهاش معاكم وعندي مجال يعني في نناقشها في القناه ديالي، لان فعلا هاد الموضوع ضرني في راسي. والمشكله انه جاولي تعاليق بزاف اللي زادوا خربقوني. المهم اللي ما عرفاتش علاش كندوي، الفيديو اللي قبل حطيت لكم قلت لكم راني كنت داوي مع واحد الاخت هنايا في بريطانيا مزوجه بواحد الاخ باكستاني، وقالت لي بانهم تيصوموا تيعيدوا مع المغرب، ولاول مره في حياه البنات غادي نسمع هذه الهضره من نهار حطيت رجلي في هذه البلاد. انا كما قلت لكم كنصوم يعني على حسب الجامع، يعني الوقت اللي كيقولوا لك خصك راه النهار الاول في رمضان كنصومو، الوقت اللي كيقول لك راه حنا معيدنا راه كنعيدو. المهم من بعد ما قريت التعليق ديالكم كاملين اشنو استنتجت، هناك نصف نصف اللي كيقول فعلا النص هنا في بريطانيا، النص ديال المسلمين هنا في بريطانيا تيصومو تيعيدو مع المغرب، والنص الاخر تيصومو تيعيدو مع السعوديه. انا هادشي دار ليا صداع في راسي. المهم النص اللي تيقول لك حنا كنصومو مع المغرب وتنعيدو معاه، علاش؟ لان المغرب اقرب بلد اسلامي لبريطانيا وكاينين على نفس الخط اللي هو خط غرينتش، ولانه المغرب يعني هو تيشوفوا يعني كيفاش غنقول لكم تيهتموا برؤيه الهلال وكتكون عندهم الاخبار صحيحه، وبما ان بريطانيا قريبه للمغرب فكيصوموا معاها، والنص الثاني تيصوموا مع السعوديه اللي فيهم انا. انا هاد الهضره يلا اول مره كنعرفها، حنا دابا تنصوموا مع السعوديه وتنعيدوا معاهم، واغلب الدول الاوروبيه المهم حتى البنات اللي كاينه في اسبانيا وايطاليا داكشي كامل حتى نتوما راه تصوموا وتتعيدوا مع السعوديه. داكشي علاش كتشوفوا اغلب الدول الاوروبيه تنصوموا في نفس الوقت وتنعيدوا في نفس الوقت حيت تابعين السعوديه. المهم هادشي زاد خربقني. والطعام الكبرى البنات قريت بعض التعاليق، شي بنات ماشي بزاف كاينين غير البعض، كتبت لي واحد الجزائريه قالت لك انا يا ساكنه في فرنسا تنصوم وتنعيد مع الجزائر. وكاينه واحد المصريه ام هاد التعاليق ديال دول مختلفه ما كانوش بزاف، وحده المصريه قالت لك انا تنصوم وتنعيد مع مصر، وحده كتبت لي كاينين بعض الباكستانيين تيصوموا وتيعيدوا مع باكستان. المهم خصكم اتلفت، قولي لي تلفتي شدي غلط، داكشي انا اللي كنت كندير غادي نبقى نديرو، والنيه عند الله. المهم نيه الصيام حنا صايمين الحمد لله. المهم البنات احنا كيقولوا لنا صوموا من تابعين المركز الاسلامي او للجامع اللي حدانا، تيقولوا لنا صوموا تيقولوا لنا عيدوا. المهم انا فراسي مع عمرنا الناس كيصحاب لي راه كاينين الناس هنايا تيصوموا وتعيدوا مع المغرب، هذه اول مره كنسمع. المهم انا بلاتي واحد التعليق اللي صافي سلاهم ليا، هذه واحد البنت كتبت ليا انا تعجبت في هاد اسبانيا، انا عشت في اسبانيا ما عمرني سمعت
شي ناس كيسموا مع ساؤلية، ولكن كنتبعوا توقيت شروق الغروب ديال اسبانيا. والطامة الكوبية هي واحد المصرية كانت كتقرا معايا، اتصلت بيا صدفة جاوبتها، جابتها الهضرة قالت لي باقا ما فطرتيش. قالت لي علاش ادنت عندكم راه بحالي بحالكم. قالت لك هاد المصرية ساكنة معها نيت في اسبانيا. المصرية اتصلت بهاد الاخت المغربية قالت لي واش فطرتي؟ قالت لي كيفاش واش فطرت، راه باقا بحالي بحالك، يعني التوقيت راه حنا في اسبانيا، ملي غادي تغرب راه غادي نفطروا كيما معروف. كنشوف غادي يسالو قال بدري. المهم قالت لي علاش ادنت عندكم راه بحال بحال، فطور حتى التاسعة ليلا هاد الشيء العام اللي فات. كانت المغرب طويلة. قالت لي لا انا وراجلي كنفطروا مع توقيت السعودية. سمعي يا لالا هادي اللي سالات عليا بصح. قالت ليها كنتسحروا كنفطروا مع توقيت السعودية. قالت ليها كيفاش؟ قالت ليها حنا خدينا فتوى من واحد الشيخ مصري، سمعوا مزيان. قالت ليها لا اختي انا كنصوم من شروق الشمس لغروب الشمس، سيري الله يعاونك. ملي بحثت في يوتيوب لقيت كاين هذا الموضوع متداول في لندن وكاين ناس كدير هكا، فانصدمت. فهمت الميساج. هاد المصريه قالت لك لالا كانت كتكون معاها في اسبانيا، يعني حنا كنفطروا ملي كانت كتغرب، هذا هو المعروف، هو كاين مكتوب حتى في القران. ولكن الاخت المصريه قالت لها، قالت لك كاينه في واحد الشيخ قال ليها مادام نتوما تصوموا تتعيدوا مع السعوديه فالو فطروا حتى في النهار وانت صايمين كتفطروا مع السعوديه، باقا كاع ما غربت الشمس. فهموا نتوما. المهم انا ما بغيتش انا نخربقكم هاد الهضره. هاد سميتو هاد الشيء راه باين من قبل ما المهم الصيام راه باين، الصيام باين امتى تفطري ومتى تسحري باين عندنا الكالوندري وداك الشيء كامل. غادي ندوزو دابا للواتساب. كاين واحد البنت جات عندي الواتساب وتناقشت معايا في هذا الموضوع. المهم هي شرحت لينا كيفاش هذه القضيه ان النص تيصوم مع السعوديه والنص تيصوم مع المغرب. نخليكم تسمعوا الفوكال. السلام عليكم زينه حبيبه، كيداير لاباس؟ واخا الاوديو على. وعليكم زينه. السلام عليكم زينه حبيبه، كيداير لاباس؟ واخا الاوديو على ما عطاو، ولكن عم تفرج في الفيديو ديالي. فعلا هذيك هي المشكله ديالي كل عام. انا كنخدم كانتجريشن سبورت وقت الكوميونيتي، ودينا المشكل هاد العام هذا ها الثاني في القضيه. هما ماشي كيتبعوا المانجمو، كاينين الجوامع اللي كيتبعوا الرؤيه بالعين، وكاينين الجوامع اللي كيتبعوا ساينس. هذا هما يا جوج. نعطيك مثلا حنايا هاد العام هذا المنطقة اللي أنا ساكنة فيها، حنا ساكنين في سكوتلندا، سميتها نورث لانكشا. وفي نورث لانكشا عندهم ستة ديال الأريا بحال واحد في المغرب. أنا من الرباط، بحال إلا قلتي في الرباط قلتي لكاري المدينة الدوار بحال هكا، يعني من نفس المنطقة. شنو كاين؟ المنطقة بستة صيفطو صيام نهار السبت، قالو صيام نهار السبت. الجامع ديال منطقة وحدة قاليهم لا غنبداو صيام نهار الجمعة، حيت هو نهار بداو مع نهار الجمعة، حيت ساينس أو العلم كيقول بأن القمر كان هيكون الولادة ديالو في نهار الخميس بالليل، ملي تنزل الجمعة هيكون رمضان إن شاء الله. اللي كتبوا الرؤية قالوا بأن راه داك النهار مستحيل أنها تبان بالعين مجردة، العين مجردة، وحتى بالقمر هذاك الصناعي ما هيبانش، حيت القمر هيجي خفيف. معناتها أننا غنتظرو حتى نهار الآخر. وانتيا شرحيها للأجانب، شرحيها للناس اللي خدامين معايا، أنني في الليل تعدد سرعة وأنايا كنعيط ونسول هاد الجامع علاش وهادي، باش نكتب تقرير باش نكتبها باش نفت الناس، نقول لهم عافاكم ساكنين هنا راه غنجبدو لكم. قالكم تبعوا أقرب جامع ليكم ومنطقة ديالكم برنوب، راه غدا الجمعة وهو أول رمضان. المناطق الثانية الخمسة راه كلها راه حتى نهار السبت من أول المنطقة راه قرابين بعضياتهم، يعني ماشي بعد. إوا هادشي اللي كاين. من تفرجت دابا في الفيديو ديالي قلت ونسى كان زينة نعاودها عليها، كي خرافة نعاود عليها. حتى في العيد كيوقع نفس المشكل. حنا ما عرفتش نتوما وكنا ما عندكمش هكاك بزاف في انجلند، ما حنا في سكوتلندا ديما
في العيد رمضان هكا بالك كل واحد شنو داير. هي سمحي لي حق زينة نسيت نقول لك الباكستانيين كيتبعوا المغرب فعلا حيت كيقولوا لي اقرب دولة اسلامية ليهم. انني قبل ما هنايا وانا كنت نسقط على كل ما عطاوهم الحق انهم يشوفوا يشوفوا بالرؤية ديالتهم راسهم كانوا كيمشيو فعلا كيمشيو كيشوفوا المغرب حيت يقول لك اقرب دولة اسلامية هو المغرب. وثانيا هذا هو تحت الخط ديال القمر كيفاش حنا غنشوفوا بحالو بحال المغرب. هذا الشيء علاش راه هذا الشيء كلشي حيت قلت لك راني درت دراسة على هذا الموضوع هذا كل مرة حيت حتى بالنسبة ان في لندن اعلنوا على رمضان يوم الجمعة وحنا وانا كيقول لي لا نهار السبت حنا عندنا فقلت لهم علاش علاش قالوا لي لا لندن واخا عندنا حيت انجلند بلاد واسكتلندا بلاد. قلت لهم واخا امنا بالله صافي قلت هذيك بلاد وهذيك بلاد وتمايا من مور ملي جا الظلام والتلون وهادي وكيشوفوا قالوا لي يا تما فيش قالوا لي على مناطق ساي مناطق كاينة وهادي سو احنا عندنا أربعة ديال الجوامع أربعة خمسة شي خمسة ولا ستة ديال الجوامع اللي سامو يعني في سكوتلندا كاملة اللي سامو نهار بداو صيام نهار الجمعة وما تبقي بداو نهار السبت. ونبينا عليه الصلاة والسلام مهم انا بديت معكم الموضوع ويمكنش البنات نخليكم هكاك يعني مشتتين. كاين بزاف ديال البنات اللي جاو عندي الخاص في الانستغرام وكاينه البنت اللي نوضت صبات مع راجلها. فانا بغيت نقول لكم البنات ملي كتشوفوا شي موضوع طرح سمعتوه في شي بلاصه ما تمشيش عند رجالتكم اشنو هو الذنب ديالو. حاولوا يعني ناقشوا بطريقه اللي هي حضاريه جلسي مع زوج ديالك وناقشوا الموضوع يعني ماشي تقلبوها صبات لان هذاك الشيء راه ما غادي ينفعكم حتى شي حاجه. والله الغرض ديالي ما كانش انني نوض صداع انا فقط كان عندي علامه استفهام انا راسي عندي علامه استفهام كنت باغا نفهم. وحتى البنات بزاف ما كانواش فاهمين ودابا الحمد لله احنا فهمنا اشنو كاين. وكنشكر بزاف الشيماء اللي خدات من وقتها وشرحت لنا شنو كاين. المهم البنات خلاصه اللي انا استنتجت واللي كما وصلت لنا شيماء انكم خصكم تصوموا على حسب اقرب جامع ليكم اللي غادي تجيبوا من عنده الخبار. وربي راه عارف النيه ديالنا اننا نصوموا لوجه الله. هادشي اللي كاين البنات ما تبقاوش يعني تسمعوا شي حاجات وتمشيو تشنقوا في رجالاتكم واش دار لكم مساكن حتى هما يعني كبروا مع عائلتهم هكاك. ايوا هادشي اللي كاين البنات شيماء من البنات مسكينه اللي خدات من عندنا الثيرموميكس. وبغيت نقول لكم البنات ديال بريطانيا اللي بغاو يشريو الثيرموميكس يتواصلوا معايا لانني انا وليت ثيرموميكس ادفايسر. فاللي بغا دير كوكين اكسبيرينس يعني بلا ما تشري ثيرموميكس لهذا بغا دير معايا ابل فيديو نشرح ليه على ثيرموميكس شنو كدير او نطيب معها شي حاجه تواصلوا معايا على انستغرام واحد اتقنا زينه ولا على الواتساب هذا غادي نخلي لكم تبتوا لكم في اول تعليق. وهادشي اللي كاين البنات كنتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ديال اليوم ونتمنى نكون صافي سدينا هذا الموضوع وصافي راه كلشي باين دابا. كنقول لكم تهلاو في ريسكم ان شاء الله طلعكم فيديو جديده ومحلكم الغزالات.